السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. حبيبي، رسالة النهاردة بتجيب لك اشارة من الكون، اشارة من الله، اشارة بالتقدم، اشارة بالازدهار بإذن الله، اشارة بانك لازم تتعبد اكتر وتقرب من الله. في اشارات ليك بالتقدم، في اشارات ليك بانك معالج روحي، في اشارات ليك بانك روحانيتك في ازدياد، في اشارات بتبان لك زي الحمام والفراش والحاجات دي. ده كله اشارات من الكون بتديك امل وبتديك رسالة بان الخير في طريقك واليسر في طريقك. كله متوقف على العبادة، متوقف على قربك من ربنا. كمان الإشارات دي بتدل على إنك بتسأل على أسئلة كتير وعايز أجوبة. الأجوبة في طريقك، يعني لو شفت الإشارات دي، إذا شفت الحمام، الطيور، العصافير، اعرف إن الإجابة اللي أنت تحتاجها قادمة. لو شفت الإشارات دي في طريقك بتدل على إن الأجوبة اللي أنت عايزها في طريقك. دي إشارة من الله، إشارة لك لأنك تمتلك القوة الروحانية، لأنك تتقدم أكثر فأكثر. أنت الآن قوي بما فيه الكفاية، عندك كل شيء تقدر تتحكم بيه في القوة الروحانية اللي عندك. تقدر تتصل بروحانياتك، لكنك أنت اللي ما بتعملش التأمل، أنت اللي ما بتحاولش تقرب التقرب الصحيح. في إشارات ليك جاية لك كتير من الله، من الملائكة، من الكون. كن أنت ولا تكن غيرك، أنت العدالة، أنت القوة، أنت الصبر، أنت المعالج الروحي العميق. عندك التزام بحاجات كتير لازم إنك تتخذ القرارات فيها، عندك التزام بإنك تعالج الناس. أنت أصلا هتساعد ناس كتير قريب، انت فيك قوة داخلية تقدر تساعد الناس وتساعد نفسك. ساعد نفسك وساعد غيرك، وانتبه للإشارات، انتبه لإشارات الكون، فهي بمثابة رسالة من الله، بمثابة رسالة من الله، وكمان بمثابة رسالة من الملائكة، انك خلاص احلامك على وشك التحقق. في احلام عندك بتحتاج لخطة عملية، يعني بتحتاج لانك تخطط لاهدافك، بإنك ترسم أهدافك، تكتبها، تعمل أشياء بتخلي هدفك يتحقق بإذن الله والكون يستقبله. أنت شخص بتضفق حنانك على الآخرين، أنت شخص بتدي وبتعطي الآخرين أكتر بكتير من أهميتهم، بتديهم أكتر من حقيقتهم. يمكن أنت بتحب مثلا أنك تدي أكتر ما بتاخد. بتدور على أجوبة لأسئلتك ومحتاجها ضروري، ولكن الأجوبة في طريقك. خد بالك من العلامات، خد بالك من الإشارات، خد بالك من أحلامك، خد بالك من أحلامك، بتجيلك علامات كتير في الأحلام. خلي بالكم اللي بيعوز يسأل على الروحانية في الكشوفات، ناس كتير بتقولي يا ترى روحانيتي أنا من ايه، يا ترى طب انا اعرف روحانيتي ازاي؟ انت هتعرفها لوحدك، انا مش هقدر افيدك باي حاجة في موضوع الروحانية الا انك تمشي على الاوراد صح، تتابع صح، تسبح، تعمل التزاماتك بالاوراد صحيحة، وانت هيتفتح لك الباب من عند الله لوحده. لكن تقولي ان حد هيفيدك ويقول لك الروحانية دي بتاعتك كذا ولا دي كذا، لا، الا لو انت جات لك رسالة بتقول ان روحانيتك مثلا من روحانيات اهل البيت، ان روحانيتك من الروحانيات العلوية، روحانيتك مثلا من الروحانيات النجمية، من العائلة الروحية، من اشخاص متوفيين. دي بقى حسب الرسالة اللي تجيلك، انما تبان في كشوفات لا، انت اللي هيبان لك العلامات وهيبان لك الإشارات الكونية، وإنت هتفتح لك الباب واحدة واحدة. عايز تبحث على الأرقام المتكررة اللي بتجيلك، تقدر تعمل سيرش في جوجل أو تاخد الفيديو اللي أنا عاملاه في القناة، هو في العلامات والإشارات
بتاعت الأرقام، وكمان فيديو الريش برضو أنا عاملة للعلامات الكونية. وطبعا أنا قلت لكم على الحمام والفراشات والعصافير، الحاجات دي كلها دلائل إن الملائكة حواليك وبتساعدك وبتقول لك إحنا جنبك فما تقلقش، وكمان بتبقى بشارات خير كبيرة جدا جاية لك. فإنت خد بالك من العلامات، خد بالك من النجوم، كمان النجمة اللي تلاقيها بتطفي وتلمع من أجلك ليلا وإنت باصص في السماء، إنت من إحساسك من جواك بعد النجمة ما بتبصلها بتلاقي حمامة طارت من قدامك، أي لون بقى ما بتفرقش، ولكن دي كلها إشارات كونية إن الملايكة في الوقت ده حواليك وبتساعدك. فخد بالك من إشارات، جايلك إشارة من الله وبشارة. أنا كده حبيب قلبي خلصت الرسالة، يا رب أكون فدتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.